بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين في كل مكان، ونفرتيتي على الهواء. وبيسعدنا اللقاء مع الأستاذ دكتور منير ويليام، استشاري جراحة التجميل والأمراض الجلدية والعلاج بالليزر. أهلا بيك مرة أخرى دكتور، مرحب بيك. وفي تليفون منتظرنا، احنا كنا بنتكلم عن نمو الشعر هنكمله، بس ناخد التليفون. ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك؟ أنا بشكر حضرتك على البرنامج ده، ممتاز بصراحة. في أي حبيبتي، مين معايا؟ أنا مدام ولاء من اسكندرية. أهلا يا مدام ولاء، اتفضلي. كنت عايزة أسأل من فضلك الدكتور منير على، أنا عندي بنتي عندها 5 سنين، بس هي من ساعة ما اتولدت شعرها خفيف جدا، يعني بتاكل الحمد لله عادي، وعملت لها تحليل هيموجلوبين عادي الحمد لله، بس شعرها قصير وخفيف، مش بيطول، يعني ما حدش يقول يفكروني إن أنا مثلا قصيته كذا مرة، وأنا طبعا ما قصيتهولهاش ولا حاجة. ناس قالوا لي ممكن تعملها مثلا حمامات زيت زي الكبار كده وكريمات وحاجات كده، بس انا خايفه يكون تقيل على فروه راسها. هي شعرها خفيف برضو، نفس المشكله. حضرتك شعرك خفيف ولا تقيل؟ لا انا شعري عادي، وباباها شعره عادي يعني متوسط، مش تقيل قوي بس عادي، يعني مش زيها كده يعني. ايوه، فكنت عايزه استفسر هل فعلا حمامات الزيت والحاجات دي للسن الصغير ده ممكن تجيب نتيجه؟ ايه التغذيه اللي هتاخدها؟ بالظبط. هو يا سيادتك انا احب اطبقك، يعني احنا عمرنا ما بنبتدي نعالج الشعر في المراحل السن الصغيره، لان الشعر تحت تاثير اساسا مجموعه من الهرمونات. تسمعينا بقى على تسمعينا بقى الرد ان شاء الله. الشعر اساسا تحت تاثير هرمونات الانوثه، هرمونات الانوثه بالنسبه لهذه الطفله ما بتشتغلش الا عند مرحله البلوغ، فانا انصحها ان المعامله مع الشعر هي المعامله العاديه، بحيث ان هو لو الشعر دهني مثلا بيتغسل مرتين بالاسبوع، لو شعر جاف بيتغسل مره كل 5 ايام، مش اكتر من كده. كريمات، لوسينات، حاجات زي كده يفضل ان احنا ننتظر شويه. بالنسبه من سن للطفل كام بقى؟ من سن 9 سنين نبتدي احنا ندخل ونتعامل مع الشعر. وبرضه بنحب نقول لها ان الشعر ده 4 انواع، سواء كان شعر دهني، كان شعر جاف، شعر خشن، شعر ناعم. كل شعر ليه طريقه معامله، لكن ما تقدرش تقول في طفله صغيره عندها 5 سنين الشعر ده دهني ولا هيطلع ايه ولا جاف. وبيبان من امتى يا دكتور؟ بيبتدي من عند هرمونات الانوثه ما تشتغل، من سن 8 سنين 9 سنين نبتدي نقول الطفله دي ماشيه ازاي ونساعدها. من سن كام؟ من 8 سنين 9 سنين تبان بقى، تبتدي تبان يعني الشعر هيبقى حالته ايه بعد؟ هيبقى حالته ايه؟ نوعه املس، طالع لمامتها، طالع لباباها، ابتدى يبقى فيه فشوله. لكن هي اول ما تتولد الطفله مش ممكن نقدر نعرف يعني هل شعرها خفيف ولا تقيل؟ ابدا ابدا. سيادتك لما بنلاقي اطفال شعرهم خفيف جدا وبعدين بيتقل جدا، والعكس بنلاقي طفل شعره تقيل قوي ويوصل لمرحله البلوغ يبتدي الشعر يفضى، علامات الوراثه تشتغل. ساعات بنلاقي في بنات في سن كبير 18 و20 سنه وابتدت علامات سقوط الشعر والصلع الانثوي. الصلع الانثوي تبدا العلامات والهرمونات تشتغل ونلاقي في مشاكل في الشعر. ما نقدرش نحكم على طفل صغير عنده 5 سنين ان احنا هنبتدي نكدس الكورس ونبتدي حمامات زيت وكريمات ولوسينات والكلام ده، اما لما يبقى هيحصل ايه؟ طب هي تعمل تبتدي تهتم بتغذيه الطفل، خضروات طازجه وفاكهه طازجه، خضروات فيها فيتامين الف المسؤول الاساسي عن تكوين الفاكهه، تكوين الشعر والنمو. فيتامين الف اللي هو موجود في الجزر في جميع الخضروات. فيتامين الف في كلما زادت الخضروات اخضرارا او احمرارا او اصفرارا كلما زادت كاروتين ب، اللي هو كاروتين ب المكون الاساسي لفيتامين الف. ايضا تهتم بالفاكهه اللي فيها فيتامين ج، اللي هو السين المسؤول الاساسي عن تغذيه الاوعيه الدمويه اللي بتغذي الشعر. يبقى هي وظيفتها دلوقتي مش تعمل لي كريمات ولوسينات والكلام ده، التغذيه انها تغذي هذا اللبن بقى وهذه برضه البروتينات بالظبط، لكن الاهم الاقوى هو الخضروات والفاكهه. هي دي وظيفتها بقى، تخلي بنتها تحب الخضروات والفاكهه عشان البنت لما تكبر تقدر تاخد شعر كويس بعد كده. بالظبط. هل في فيتامينات معينه للاطفال يا دكتور عشان تحسن حاله الشعر، ولا لازم من الطبيعي يعني حضرتك؟ الطبيعي احلى كتير، الطبيعي احلى كتير، لان الطبيعه الجسم بياخد احتياجه وبيرمي زياده. والطبيعه لما نعود جسمنا على الحاجات الطبيعيه يكون احسن بكتير، مش معقول ندخل الصناعه والادويه من دلوقتي. دي طفله صغيره 5 سنين 6 سنين هنبتدي نهتم بحاجات صناعيه، مش مظبوط، انما الطبيعه من اجمل ما يمكن. كان السؤال اللي قبل كده دكتور مع مدام وسام في تليفون تاني اعتقد، بس كانت طالبه برضه تعرف ايه سبب عدم. الو الو قطع. كانت طبعا ايه، احنا برضو في بنلاحظ بعض السيدات او بعض في البنات مثلا شعرهم بيطول بسرعه جدا، وفي نمو ساعات بيبقى ضعيف للشعر. انا مثلا عايزه شعري يطول بسرعه، يبقى اعمل ايه عشان يعني ايه مشكله نمو الشعر دي بتكون سببها ايه؟ زي ما قلت لسيادتك، هو نمو الشعر اساسا في عوامل وراثيه. يعني ما في شك ان الجين الوراثي بالنسبه لتوارث الشعر موجود، ودي حاجه ما نقدرش نهملها.
لكن سوء معاملتي للشعر، ان انا استخدم صبغات، ان انا استخدم لسونات، ان انا استخدم سشوار، ان استخدم مكوى، ان اعمل فرد شعر، دي كلها حاجات تؤثر تماما على نمو الشعر. ويمكن في معلومه بحب اقولها برضو، ان الناس بتقول ان كل ما اقص الشعر يطول اطول، الكلام ده لا اساس له طبي على الاطلاق. في الاطفال ده هناخد تليفون ونقولها برضو دي يا دكتور. الو الو الو، مساء الخير. الو، ايوه مين حضرتك؟ ايوه اهلا وسهلا، مين حضرتك؟ انا مدام فوزي الجبالي. اهلا يا مدام فوزي الجبالي. أيوة. اهلا بيكي، اتفضلي. معاكي دكتور منير. ممكن اسال الدكتور؟ اتفضلي. طب انا عندي بنتي عندها 20 سنه، طلع لها بعض شعر في دقنها خفيف يعني، وبعدين ظهرها في طلع لها حب بسيط كده وفي كتفها، يروح ويعمل يسيب اثر يعني، زي البقع اللي بتبقى مثلا لما يكون واحد كبير في السن تظهر بقع في ايده او في جسمه يعني. فيا ترى الكلام ده ليه اثر في حاجه يعني، او ليه سبب مثلا؟ بصي، هو المشكله اللي بنشوفها دلوقتي وفي مجال جراحات التجميل الحقيقه، بنلاقي مشكله في الستات ومشكله في الرجال. الستات بنلاقيهم بيعانوا من شعر في منطقه الدقن والشرج، والرجاله او الاطفال الشباب بنلاقي في بعضهم بيعاني من تضخم في الثديين. الحقيقه الاسباب متعدده، لكن دي مشكله موجوده قد تكون لها علاقه بهرمونات الذكوره، وقد تكون لها علاقه بتكيسات المبيض. انا عايز اطمنك كل ده كلام بعيد خالص عن الحاله. والحقيقه في بعض انواع من الليزر بتدي نتيجه قويه جدا بالنسبه لهذا الشعر الزائد. السؤال الثاني بقى، هي لسه عندها 20 سنه صغيره يعني؟ لا مش صغيره، 20 سنه مش صغيره، ده انا ممكن اعمل ليزر في طفل عنده سنتين وسنه، ما فيهاش يعني مشكله. يعني اسباب الشعر ده بتطلع للناس الكبار او لا لا لا، ده سيادتك الكبار ليها علاقه بالهرمونات الذكوره اللي بتحصل بعد فتره النضج، ودي حاجه احنا متفقين عليها. لكن في مرحله البلوغ من 20 من 13 ل 15 ل 20 سنه، دي الحقيقه بنلاقيها كتير جدا، اسبابها مجهوله. ممكن نقول تكيسات في المبيض، ممكن نقول بعض زياده في الهرمونات الذكوره، لكن كل الكلام ده ما يهمناش، لان بنعمل كل التحاليل وبنعمل اشعه تلفزيونيه على البطن وكل الكلام ده، ونلاقي ان البنت دي كويسه ما فيهاش اي مشكله. وزي ما قلت لسيادتك، دي علاجها بيكون عن طريق الليزر. بعض انواع الليزر، سواء في نوع الكسندرايت، في نوع روبي، وحاجات زي كده بتقدر تدي نتيجه كويسه. المشكله الثانيه اللي عايز الفت نظرك ليها، حكايه الحبوب اللي في الكتف والظهر اللي هي بتقول عليها بتسيب بقع. عمر الحبوب ما تسيب بقع لو هي ما لعبتش فيها، فدي اكيد بنتها بتلعب فيها. طالما لعبت يبقى انا كسرت حاجه في تكوين الانسجه بتاعه الجسم، تبتدي تتكون الحبوب والبقع اللي هي بتتكون عنها. طبعا هي علاجها كلام كويس، لكن طول ما البنت بتلعب في صدرها او في ظهرها، طول ما هتسيب اثار لهذه الحبوب. بنشكر حضرتك على الاتصال. نواصل حديثنا يا دكتور. ايه اسباب سقوط الشعر؟ هنتكلم بقى احنا طبعا المواضيع اللي احنا عايزين نعرفها، طبعا ازاي يعني نستعيد الشعر اللي سقط لو في سقوط في الشعر، وبالنسبه للصلعه عند الرجل عايزين نعرف برضو الجديد بالنسبه لزرع الشعر. وانا بس عايز اعرف الاول ايه اسباب سقوط الشعر. سيادتك، سقوط الشعر مجموعتين كبار. في مجموعه سقوط الشعر اللي هي الاسباب الوراثيه الخلطيه اللي هو الصلع، دي مجموعه كده، هو مولود خلقي وراثي، عنده جين وراثي او عندها يبتدي يعمل فضيان الشعر. في مجموعه ثانيه اللي هي الاسباب المرضيه المكتسبه، يعني مرض، يعني الانسان كان كويس وابتدت تحصل عنده بعض المشاكل وتكون الاسباب المرضيه المكتسبه دي. في مجموعتين كبار. المجموعه الاولانيه ان ما فيش تكسير لجذور الشعر، وبالتالي لو انا عالجت السبب الشعر يرجع كما كان. زي على سبيل المثال التغير في الهرمونات، يعني الانسان اللي عنده اضطراب في الغده الدرقيه اللي موجوده في الرقبه، او في الغده النخاميه في قاع الدماغ، او في الغده الفوق كلويه، او الستات اللي بياخدوا حبوب منع الحمل، او الناس اللي بتاخد بعض انواع من العلاج الهرموني، ممكن يحصل فيها تغيرات في الشعر. احنا بنسمع وشفنا. ممكن حاجه ثانيه يتسبب سقوط شعر، يدي سقوط للشعر، ولو منعنا السبب يرجع الشعر يبقى كما كان كويس. حاجه ثانيه، بعض الادويه، الناس اللي كانت بتاخد علاج زي الهيبارين او بعض ادويه فيتامين الف، لو اتاخد بكميه كبيره اللي هو سيوله الدم، او بعض الادويه اللي بتتاخد في الاورام. او مثلا زي فيتامين الف اساسا انا بديه للطفل او للبالغ في علاجه، لو اديت جرعه كبيره يكون السبب في سقوط الشعر. هي المفروض حبايه واحده في اليوم، مش حسب السن وحسب السن والوزن وحاجات زي كده. المجموعه الثالثه اللي هي التمثيل الغذائي بتاع الجسم، يعني نقص حديد، نقص كالسيوم، اضطراب في انزيمات الليفر، الكبد، دي كلها مجموعات انيميا في الدم، في ممكن تنزل سقوط للشعر. المجموعه الرابعه ما يسمى بالثعلبه، اللي هو فقدان محدد للشعر في اماكن محدده، قد تكون في الشارب، الذقن، الشعر وهكذا.
سيادتك كل الكلام اللي انا قلته ده لو لغيت السبب وعالجته يرجع الشعر كما كان. اذا ما كانش ورقه بالظبط. في مجموعه تانية في تحطيم لبذور الشعر، فمهما ادي علاج مش هيتصلح. على سبيل المثال لو حصل حرق فرط الراس، لو اتعرض فرط الراس مثلا لاشعه معينه، او لو كان في بعض الامراض البكتيريه زي الزهري او الضرر لاصاب فرط الراس، او بعض الامراض الفيروسيه زي الهربس العصبي لاصاب فرط الراس، او بعض الامراض الفطريه زي القرع الانجليزي او بعض حالات القرع البلدي او حاجات زي كده لاصابت فرط الراس، او بعض الاورام لاصابت فرط الراس، كل الكلام ده سيادتك بيتعالج بيبقى الشعر فاضي، مفيش امل غير اني اعمل تدخل لعلاجه. يعني ما يرجعش تاني. يبقى زي حضرتك قلت القرع برضو القرع البلدي وبعض حالات القرع الانجليزي، لكن الثعلبه بيرجع. الثعلبه لو عليك الثعلبه بيرجع. يبقى هما في مجموعتين. اشوف جذور الشعر متحطمه يبقى في تدخل جراحي لجراحات التجميل، الجذور سليمه اعالج السبب يرجع الشعر كما كان. وفي الحالات النفسيه بقى دكتور، برضو الحاله النفسيه ممكن الحاله النفسيه تسبب سقوط الشعر في موضوع الثعلبه شويه. في بعض الحالات بيكون ليها ان الطفل مثلا بيكون جات له صدمه نفسيه، صدمه عصبيه، حاجه زي كده بعد وفاه شخص عزيز او كده، ممكن نلاقي جزء من الشعر يسقط. هنتكلم ازاي نعالجه. بس في تليفون. الو ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اكلم الدكتور لو سمحت. اتفضلي حضرتك مين؟ مدام سناء. مدام سناء اهلا بيكي، اتفضلي معاكي الدكتور مين. والله يا دكتور حضرتك لسه متكلم دلوقتي عن موضوع صلع اللي بيخص السيدات. والستات كمان، الستات والرجاله بالخصوص يعني، لان طبعا عادي بالنسبه للرجاله بتبقى المساله يعني مش ما فيهاش قلق. لكن بالنسبه للسيدات بتبقى شديده القلق كتير قوي. فانا عايزه حضرتك اولا اعرف ايه سببه، خصوصا انه بيبتدي في سن مثلا ابتدينا نشوفه في سن مبكر دلوقتي اللي هو سقوط الشعر بالنسبه كمان. بالظبط. يعني مثلا بتبقى واحده من سن الطفوله شعرها كويس جدا، مفيش اي مشاكل من حيث النمو، من حيث الثقل مثلا مفيش اي مشكله، وبتبتدي في سن 27 او من 20 يبتدي موضوع التساقط والصلع كمان. هو سيادتك شوفي، هو هل ممكن بالنسبه للمراه دكتور يحصل صلع زي ده؟ طبعا، ما ده اللي انا بقول لسيادتك عليه. ولا بيبقى سقوط للشعر فقط بيبقى خفيف بيوصل لدرجه سيادتك في يعني الحاله فيها صلع حتى لو ما كانش في حاله في اماكن في فروه الراس بتبتدي تفضى تماما من الشعر. بتبتدي ايه؟ تبقى فاضيه من الشعر. من قدام؟ يعني بتبتدي من اي مكان؟ من قدامه. وبتبتدي كانها بتمسح. بصي سيادتك حاجه قلق يعني. بصي عايز اقول لسيادتك على حاجه، الشعر اربع انواع. في الشعر المدهن الدهني، وفي الشعر الجاف، وفي الشعر الخشن، وفي الشعر الناعم. المشكله في الشعر الناعم بالذات، الشعر الناعم ده شعر بيحتفظ بالميه فتره طويله ومن الصعب تصفيفه. مشكلته ان اذا الانسان اهان هذا الشعر بيبتدي يبان بسرعه الفضيان اللي فيه، ويبتدي يبين العلامات الوراثيه. علشان كده هو انا عايز اقول فعلا في جين وراثي بيشتغل بالنسبه للسيدات والانسات، في عامل جين وصلع. صحيح انه مش زي الرجاله، لكن احنا بنشوف حالات كتير جدا يعني. لكن لا تفقد كل المنطقه الاماميه زي الرجل يا دكتور؟ لا تفقد. ولا ممكن يحصل لا 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 تفقد كلها زي الرجل؟ لا تفقد كلها زي الرجل، بس بتبقى فيها نسبه فقدان كبيره، لكن لا تصل الى مرحله الرجل. لكن في برضه سيدات بنشوفهم توصلوا لدرجه ثعلبه شامله، وبنلاقي ما فيش شعرات جسمهم كلهم. يعني كل شيء بنقدر نشوفه. طب حضرتك اي استفسار؟ ايوه بعد اذنك. الحاله دي المهم بقى ليها علاج؟ المهم من الاول محافظتك لشعرك، هل انت بتحافظي على شعرك ولا بتهيني شعرك؟ هل انت بتستخدمي استشوارات؟ هل بتستخديمي فرد للشعر؟ بتستخدمي صبغات؟ بتستخدمي لا لا لا، مفيش اي حاجه من الكلام ده لسبب وحيد. الحاجه الثانيه ان احنا ممكن نكون بنغطي دماغنا، لكن نوع الإشارة اللي بنستخدمه يكون في ماده بتكتم الشعر. انا انصحك عشان تحافظي على شعرك، حتى لو بتغطي شعرك يفضل انك انت يكون الإشارة بتاعك يا قطن يا صوفي حرير، حاجه طبيعيه. أيوه. ما نحطش المواد البوليستر والحاجات الكبيره اللي بتغطي على الإشارات اللي بتكتم الشعر، لان دي ممكن بتاكل الشعر. الحاجه الثانيه كمان، المشط اللي انت بتصرحي بيه، في بعض انواع من الشعر المشط البلاستيك ممكن يعمل شحره استاتيكيه كده، ممكن تكون السبب في سقوط الشعر. يعني برضو ننصح نستخدم مشط عظم، نستخدم مشط خشب. عايزين نقول ان الشعر دي دكتور زي الكائن الحي برضو. انا قلت لسيادتك في البدايه بتتغذى وبتعيش يعني. ليها مراحل، مرحله بناء ومرحله سقوط ومرحله انتقاليه. ليها كائن، ليها مراحل في النمو وفي الصعود. فبالظبط الشعر لازم نحترمه ونتعامل معاه بطريقه مهذبه، هيعيش معانا. هنبتدي نعمل اي مشاكل معاه نشد الشعر. يعني السيدات في البيوت بنبص نلاقي بتشد الشعر عشان تعمل
عشان بنتها رايحه مدرسه وتعمل لها ديفرسال تحت او ديفرتين والكلام ده كله، جامد وتربطها. تيجي البنت عند مرحله البلوغ تبص تلاقي المنطقه القدامانيه فضيت، هو الشده العنيفه دي برضو حاجه صعبه. واخد بال سيادتك ازاي؟ بنستخدم حمامات مثلا الشعر الدهني بدل ما بنغسله مثلا مرتين في الاسبوع بتغسله كل يوم او يوم او يوم، لا لازم هيسقط. الشعر الجاف المفروض بغسله مره كل خمس ايام، سيادتك ابص الاقيه مثلا بيغسله كل يوم ويقول لي شعري بيتكون قشر عشان لو بغسله كل يوم، بالرغم ان انا بغسله كل يوم بيتكون قشر، هو شعره جاف. غلط. المفروض يغسله كل خمس ايام، دي حاجه عشان يفرز هو الدهون بتاعته عشان بالظبط يحافظ على نفسه، لكن انا كل يوم بشيل الطبقه الكيراتينيه بتاعته هيكون نتيجه انه بينزل القشر بتاعه بيسقط. واخد بال سيادتك؟ ويمكن السؤال اللي المستمع الاولاني اتكلمت فيها قالت زيت الزيتون والخل كويس بالنسبه للشعر ولا لا؟ بالنسبه للشعر الدهني احنا بنستخدم ماده قابضه، ممكن يكون فيها خل، ممكن يكون فيها حنه، ممكن يكون فيها ليمون. ده في الشامبوهات الدهني. الشعر الجاف ممكن نستخدم ماده فيها زيوت، زيت زيتون، زيت عباد الشمس، زيت المنك وهكذا. فهي الكلمه مش بالبركه، يعني حد يقول انا استخدمت الوصفه الفلانيه ففلان هيستخدمها. كل واحد له حاجه معينه المفروض تناسبه ويمشي عليها وياخد استشاره فيها وتبقى الامور ماشيه بالنسبه له. في تليفون يا دكتور. الو. الو. ايوه. مساء الخير. النور. اهلا وسهلا. من فضلك ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي، معاكي دكتور مهنا. دكتور مساء الخير. اهلا مساء الخير. انا عندي بنت عندها 4 سنين ونص. فوجئت بتساقط في شعرها. انت بتعمليه ازاي؟ هي شعرها نوع ايه؟ شعرها من نوع الجاف او العادي. بتغسليه كل قد ايه؟ طبعا في الصيف كل يوم، وفي الشتاء على الاقل مرتين. في الصيف كل يوم بتغسليه بايه؟ شامبو. شامبو فيه بلسم من غير بلسم؟ ايوه، الشامبوهات العاديه اللي بالبلسم. هو الكلام اللي انا عايز اوصله اللي انت قلتيه دلوقتي، ان انا بغسله كل يوم والشامبوهات العاديه الموجوده، الكلام ده مش مظبوط. لانك يعني انت بتحاولي دلوقتي انك تمشي الشعر بطريقه معينه، لا، هي حكايه غسيل كل يوم لا، وحكايه اي شامبوهات عاديه لا، وحكايه شامبو فيه بلسم ما فيهوش لا بلسم لا، الكلام ده لازم تكوني عارفه طبيعه شعر بنتك وازاي تتعاملي معاه. انما انا بغسل كل يوم طبعا في الصيف واي شامبو موجود تحت ايدي وفي بلسم ما فيهوش بلسم، في زيت ما فيهوش زيت، ده كلام مش مظبوط، طبعا هيسقط. وسيادتك بتصرحيه مثلا بتشديه ما بتشديهوش، يعني ارجو ان احنا الشعر ده نهتم بيه ونعرف نشوف نوع شعرنا ايه وازاي نتعامل معاه. والا هتلاقيه بيسقط، ما ده شيء طبيعي، هو بيسقط لان احنا بنعامله بطريقه مش مظبوطه. لكن لو بنعامله بطريقه مظبوطه وبنحترم الشعر ككائن حي ثقي ان الشعر هيبقى جميل وهيقدر يستمر ويبقى كويس. طب دكتور من فضلك، هي في السن ده ممكن شعرها يغير نوع؟ ممكن طبعا. سيادتك لو ابتديتي انت دلوقتي تستخدمي مواد كيماويه في الشعر، شامبوهات زي ما بتيجي تحت ايدك وتعملي بيها الشعر، البنت كان شعرها ناعم وصلت عند مرحله البلوغ شعرها بقى خشن، انت السبب. البنت دخلت في فرح ابتدينا نعمل لها مكوى مرة شعرها خيرت، ما انت السبب. لا انا براعي. لا يعني خلي بالك، انا ما اقصدش سيادتي شخصيا، لكن انا بقول ان الام بعد سيدة لازم تتعامل مع شعر بنتها بشيء معين بشروط معينه، ثقي انه هيبقى شعر كويس، لكن ممكن الشعر يغير طبيعته من ان احنا بنتعامل معاه بطريقه غير مهذبه. طيب يعني انا اعمل معاه ايه دلوقتي؟ استشيري اقرب دكتور ليكي بحيث ازاي تتعامل مع الشعر، وانا غير موافق على انك تغسلي شعر بنتك كل يوم. لكن حاولي تشوفي حد قريب منك، لان الشعر ده لازم نعرف ازاي نتعامل معاه. حسب نوعيه شعرها بقى، مش كده؟ بالظبط. يعني هل طب يعني شامبو طبي وكده؟ نعم؟ افندم؟ تعمل لها شامبو طبي مثلا؟ لا مش حكايه طبي، لا شوفي طبيعه شعر بنتك حد هي جاف ولا لا شعرها عادي، شعرها عادي. هل في حضرتك مثلا لوشن معين او حاجه لكل الناس؟ لا مفيش حاجه لكل الناس او حاجه لكل الشعر، هي الشعر العادي. الشعر العادي بس هي ممكن تكون قايله عادي ويكون لانها بتغسله كل يوم فهي متهيألها انه عادي، وهو مثلا يكون لازم تجيبه بقى عشان تختبره كام يوم عشان تعرف وحد يكون متخصص يقول لها ده كام يوم. لا ما لازم حد متخصص يبص عليه ويقول لها ده نوعي دهني، ده جاف، ده خشن، ده ناعم، ده معاملته كذا، بنغسل مثلا مره او مرتين، بنستخدم كريمات ولا لا، بنستخدم زيوت ولا لا، بنستخدم انسولات ولا لا، تاكل برضه التغذيه كل الكلام ده، يعني في نصيحه تاخدها تمشي عليها ثق انها هتبقى كويسه جدا. بنشكر حضرتك على الاتصال ونواصل حديثنا دكتور عن سقوط الشعر واسبابه. حضرتك قلت في اسباب وراثيه وفي اسباب بسبب امراض معينه. بالظبط، في حاجات تتعالج وفي حاجات ما تتعالجش. وليها علاقه بالهرمونات.
في بعض الحاجات اللي هي هرمونات ياتيك، في حاجات ليها علاقه بالادويه اللي بناخدها، في حاجات ليها علاقه بالجسم ككل، فيسيولوجي، حديد في الدم، الزنك في الدم، الكبد، وفي حاجات ليها علاقه بالناحيه النفسيه. دي كلها مجموعه علاجات ياتيك. لو انا عالجت المريض هيرجع الشعر كما كان. وفي مجموعات تانية مهما عالج زي الحبوب، لو زاد هرمون الذكورة طبعا بيسقط الشعر اكتر. بس مش هو ده الكلام اللي علق عليه العلاج بتاعي، يعني انا مش كل واحدة شعرها فضي يبقى هرمون الذكورة زاد. يعني يجب عمل تحليل لمعرفة الهرمونات في الجسم. هو سيادتك ما بعمل الشعر. ما بعملهوش كروتين لحسن الناس يسمعوا الكلام يتخضوا ابدا. حالات نادرة جدا اللي بلاقي هرمون الذكورة اتغير، نادرة نادرة جدا، ولكن هي معاملة الشعر وتغذيتنا هي دي الاساس. كل واحد يبقى نقول نمبر 1 هو او نمره 1 هي الايه؟ التغذيه. التغذيه السليمه حضرتك قلت فيتامين ا مهم جدا بس ما نزودوش. بالظبط. وفيتامين سي اللي هو موجود في البرتقال والليمون وال بالظبط سيادتك، ومعامله فيتامين ج. بالظبط. ومعاملتنا والخضروات ومعاملتنا مع الشعر. يعني بالظبط. بالنسبه بقى في تليفون. الو الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نتعرف على حضرتك. اسمي مدام سعاد. اهلا يا مدام سعاد، اهلا بيك. اتفضلي معاكي. عايزه اسال الدكتور سؤال. مساء الخير. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير. انا اولا عندي 60 سنه، ربنا يديك صح. ماشي. وبعدين شعري ناعم انما من النوع الجاف، انا عاده ما بغسلهوش كل يوم، انا بغسله مثلا كل 3 ايام مره بالشامبو، وشامبو وفيه زيوت. وانت متعودة على الكلام ده؟ ايوه متعودة على كده. انما شعري بينزل برغم ان هو قصير، لدرجة ان المنطقة الامامية دي انا كنت باخد ادوية للاورام ونزل بس ما رجعش تاني. وما زال شعري بينزل لغاية دلوقتي. هو السؤال المحدد، لازلت بتاخدي هذه الادوية ولا وقفنا؟ بالظبط. طالما انت وقفتي بعلاج بسيط هترجع الحاله كما كانت واحسن، لكن محتاجه انك تاخدي علاج بسيط يبتدي يدي دفع للشعر عشان يرجع كما كان. هو سيادتك بيكون علاج تركيبات معينه ولوسونات وكريمات وزيوت بطريقه معينه، الحاله دي ترجع في خلال مثلا من 3 إلى 6 أسابيع كما كانت. هذه الكلام اللي احنا كنا قلنا عليه اللي هي الحالات اللي بتاخد ادويه معينه وبعدين فتسقط الشعر. فتسقط الشعر مجرد ما بطل ادويه وابتدي ادي علاج بدفع معينه بسيطه هترجع كما كانت. حضرتك خدت علاج اشعاعي او حاجه؟ لا لا ادويه. هي ادويه. ادويه برضه فيها دي المشكله اللي احنا كنا بنتكلم. لكن لو سيادتك زي ما انت قلتي خدت علاج اشعاعي كان ممكن يحصل تليف ما يرجعش وتحتاج لجراحات وزرع شعر وكلام زي كده، لكن كونها خدت ادويه وتبطل ندي علاج يرجع كما كان. والعلاج الكيميائي. والعلاج الكيميائي برضه الشعر بس بيرجع ويرجع تاني. ده بيرجع. انما لو كانت خدت اشعاع على فروة الراس لا. لا. لازم نعمل جراحات تجميل او زرع شعر وكلام زي كده علشان لان بيحصل تلاعب في فروة الراس والجذور بتاعت الشعر بتموت في الاشعاع. هل الادويه والعلاج الكيميائي ممكن مع علاج ترجع كمان. ترجع تاني. بالظبط. هل استخدام الصبغه ليها تاثير كمان على الحاله دي؟ هنا سيادتك حطيت ايدك على نقطه مهمه، احنا بنتكلم صح دلوقتي. مساله الصبغه سيادتك. الصبغه دي الصبغه نوعين كبار. في الصبغات النباتيه زي الحنة زي الكاموميل والحاجات دي كلها، ودي بيفضل استخدامها معظمها في الشعر الدر. في الصبغات الصناعيه، الصبغات الصناعيه سيادتك 4 انواع. في منها النوع اللي هو الصبغات المعدنيه اللي بتكون ماده اللي هي كبريتيد الرصاص اللي بتدي اللون الاسود، ودي محرمه دلوقتي. في نوع ثاني من الصبغات الصناعيه اللي هي الصبغات ذات الوزن العلوي الكبير اللي هي الصبغات المخلقه، ودي من النوع الوزن الجزيئي الكبير بتلزق على الشعر ودي مستحبه. في نوع ثالث من الصبغات اللي هي شبه الدائمه، ودي الوزن الجزيئي بتاعها صغير وبتفطر فتره ودي مستحبه. وفي النوع الرابع اللي هو الصبغات اللي فيها اوكسجين وامونيا اللي هي الصبغات الدائمه ودي غير مستحبه. فهنشوف سيادتك لو بتستخدمي صبغات فيها امونيا او فيها اوكسجين دي غير مستحبه، ممكن تلاقي الشعر يسقط ويكون سبب في سقوط الشعر. انما الصبغات اللي هي ما فيهاش لا اوكسجين ولا امونيا دي ممكن نستخدمها في الحاله اللي هي بتتكلم معانا وتفضل معاها طول الوقت، او نرجع للصبغات الطبيعيه زي الحنه والحاجات دي كلها. انما اذا كانت سيادتك بتستخدم صبغه حضرتك بتغطي شعري؟ بغطي شعري انما طول ما انا قاعده في البيت ما بغطيهوش. بس الاشاره برضو ارجع واكلم سيادتك لابد يكون يا قطن يا صوف يا قطن يا صوف يا حليب ماده طبيعيه. يا اما لو هتستخدمي الاشاربات اللي انت بتستخدميها من فضلك يكون تحتها طعيه مخرمه من القطن او التريكو وفوقيها البسي الاشاره اللي يعجبك علشان برضو ملامسه الشعر لاي ماده صناعيه ممكن بتأثر عليه على المدى البعيد. حتى لو هي بتغطي شعرها ساعه في اليوم ساعتين في اليوم نفس الكلام بنقوله. بالظبط. شكرا جدا يا دكتور. الف شكر. الف سلام. باي باي. مع السلامه.
طبعا يا دكتور انا شايفه مع حضرتك حاجات، احنا عايزين نتكلم بقى ايه حصل بقى سقوط، حصل سقوط للشعر او في صلع مثلا. انا عايزه اعرف بس ايه الجديد في العلاج بالنسبه لسقوط الشعر بالنسبه للمراه بالنسبه للصلع عند الرجل. هو سيادتك الشعر سقط وخلاص، بقى في تليف في جذور الشعر وعندي اماكن فاضيه. في عندي 5 طرق للعلاج. الطريقه الاولانيه اللي هي الجذور، ان احنا بناخد جذور بصيلات من الشعر من اماكن محدده ونزرعها في الاماكن اللي ما فيهاش شعر. ودي طريقه مستحبه في حالات كثيره جدا وبنحاول نعملها كتير قوي في السيدات. والميزه يعني العيب بتاع هذه الطريقه انها بتحتاج كذا جلسه. انما بتدي نتيجه كويسه من نفس فروه راس في الاماكن القويه، وتعاد زرعها في الاماكن الضعيفه من نفس الشخص. ازاي بقى بتتبقى بجهاز معين بتنزع بالجلد بتاعها البصيلات. انا مش باخد البنج بيكون اغلبه بنج موضعي، او في بعض الحالات بنحتاج بنج كلي لو المريض مش قادر يتحمل هذا البنج الموضعي، لان احنا بناخد من منطقه ونزرع في منطقه وناخد من منطقه ونزرع في منطقه. ففي بعض الحالات بيستحب ان احنا ناخد مخدر عمومي. دي طريقه. الطريقه الثانيه اللي هي استخدام ما يسمى بالشعر الطبيعي الصناعي، اللي هي ماشي دلوقتي في بعض الحالات، لكن مشكلته حاجتين معروفين قوي قوي، انه غالي الثمن جدا. الحاجه الثانيه ان في معظم اللي بيستخدم في بنشوفه بيكون في جسم بيرفضه لانه بيكون في ماده الياف. ودخل ده مصنع في 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 انواع منه ابتدت يدخل فيه شعر مصنع والجسم بيرفضها. فبيبقى لازم الدكتور يكون عارف هل هذا الشعر من النوع الطبيعي اللي بيستمر ولا من النوع اللي الجسم بيرفضه. فده النوع الثاني. الطريقه الثالثه يعتبر بقى جزء من بخبره الدكتور وبالشركه وسمعتها وكلام زي كده، لان ده بس ده نوع من الشعر اللي واخد موافقه الاف دي اي في امريكا، يعني ده حاجه مستحبه على مستوى العالم. لكن ده بيعيش قد ايه؟ ده يعيش ممكن يعني هو المعدل السقوط بيكون 5% في السنه، لكن بتعتمد على خبره الدكتور اللي بيركب. في حالات كتير جدا ممكن يستمر على طول وتبقى المساله ماشيه على طول. الطريقه الثالثه لزرع الشعر اللي هي ما يسمى بلف الشرايح، يعني انا عندي الشعر هنا فاضي زي ما سيادتك اشرتي مثلا، وبناخد شريحه كامله من الجلد وفرط راس من الجنب ونلفها لقدام، فيبقى في شعر تقيل بقى قدام تكون ويبتدي يغطي المنطقه الخلفيه. ممكن ناخد شريحه يعني من هنا وشريحه من هنا. خالص الشريحه دي بيبقى بتنتزع من 3 اماكن، وبيبقى في حته اللي هي بتغذيها هي اللي ثابته في الجلد وتلف. دي بيبقى روتيشن فلاب، يعني شريحه تلف ليها منطقه لاصقه في فروه الراس مغذيه. ودي بتعمل انجازات كبيره. ممكن نعمل شريحه، ممكن نعمل شريحتين، ممكن نعمل 3 شرايح في جلسه واحده. لكن مش بتنتزع خالص بالكامل؟ لا ما تنزعش بالكامل، يعني بتتشال وتتلف. بتتلف لكن لا تنتزع كاملا، لان لو انتزع كاملا ماتت. يبقى المكان لا اقصد لا المكان هيتقفل. هو المكان هيتقفل لكن هي الشريحه عمرها ما بتنتزع كاملا، لكن هي بتبقى مفصوله من 3 اماكن، فتبقى انفصلت ومتصله بمكان بيغذيها وتلف. ايوه دي الطريقه الثالثه. الطريقه الرابعه ان فروه الراس بتكون واسعه وبنبتدي نضيقها. يعني لو عندي في منطقه فاضيه مثلا 10 سم في 5 سم، ممكن اشيل 10 سم في 2 سم ونص واقفلها، وبعد 3 4 اشهر اشيل ال 10 سم في 2 سم ونص الناحيه الثانيه واتقفلت وبقى الشعر كامل. الطريقه الخامسه اللي هي ما يسمى بمودّدات الانسجه. دي عباره عن ايه؟ يعني اجهزه زي كده. ده جهاز ممدد انسجه وده جهاز ممدد انسجه. حسب المنطقه الفاضيه اللي عندي في فروه الراس. الجهاز ده بالكامل بيتزرع تحت فروه الراس. يعني لنفرض المنطقه دي فاضيه والمنطقه دي فيها شعر. فالجهاز ده بالكامل بيتزرع في المنطقه اللي فيها شعر، وبيبقى المبصم ده موجود تحت الجلد مدفون او خارج الجلد. دي عمليه بتتعمل بنج موضعي ويتساب الجهاز لمده مثلا 10 ايام، وبعدين ابتدي احقن الجهاز املاه بماده معينه من هنا سائل، فيبتدي ده يكبر، يبتدي فروه الراس تكبر، ممكن هواء وممكن محلول ملح وهكذا. يبتدي المنطقه تكبر بالكامل لغايه فتره معينه من دي برضه. ممكن نوري لشاتك حالات مزروع فيها اجهزه وموجود فيها جهاز مثلا زي كده. هنشوف الصور بقى اللي مع حضرتك فيها. سيادتك مثلا دي حاله من الحالات اللي هي فيها جهاز متركب، يعني هنا ده ولد صغير. ولد صغير، ما ده مثلا عنده حرق معين في فروه الراس. الصوره من قريب ما سمعناه. ممكن هنا يعني مثلا ده هنا كان في حرق كامل في فروه الراس، الجهاز متكامل كامل. ده الجهاز راكب كده. راكب وموجود ومتمدد. محقون بملح ولا ده؟ محلول ملح. الحالات دي انا عملتها محلول ملح. هنا برضه جهاز فاضي والمنطقه كبيره، جهاز فاضي والمنطقه كبيره والانسان شايف كل حاجه. ممكن برضه حاله زي كده. ده برضه كلام ده بعد العمليه وده قبل العمليه. قبل العمليه المنطقه دي كلها فاضيه، بعد العمليه الشعر خلاص رجع كما كان. قفل. واخد بالك سيادتك ازاي؟ يمكن على حضرتك واحده واحده بس كده. واللي هنا ده بعد الزرع تحت؟
بعد المممددات الانسجه. ده بالظبط المنطقه دي فاضيه ما فيهاش شعر، المنطقه دي فاضيه ما فيهاش شعر خالص، ده حرق قليل عند هذا الطفل. وبعد كده زرع المواد الانسجه بقى بالكامل، وده منظره بعد العمليه، ما فيش خلاص يعني. بترجع تاني حضرتك تشيل بقى الجهاز. بشيل الجهاز واشيل الحته الفاضيه. طب بعد شيل الجهاز فين بقى حضرتك؟ ما الجهاز جوه فرط الراس مثلا. لا بعد بعد ما بنشيل الجهاز. دي الصوره دي. او برضه سياسي اللي هو مثلا ده. دي حالة الروتيشن في لاب، اللي هي الشريحة اللي بتلف اللي سيادتك كنا بنتكلم عليها. المنطقة دي فاضية خالص، المنطقة دي فاضية خالص. أخدنا شريحة ابتدينا نلف الشعر أهو، ابتدى الشعر، دي الشريحة اللي بتلف. ده منظر الشريحة اللي ممكن تكون لف. عشان نغطي الجزء الأمامي. عشان دلوقتي المنطقة كانت في جزء تاني بقى. ممكن تعملوا جلسة تانية تغطي الشريحة الورانية. واخد بالك سيادتك؟ الشعر ده يطول ويغطي، بنشوفه إذا كان هو متعايش مع هذا المنظر وعاجبه خلاص. وممكن في نفس الجلسه تتعمل شريحه واثنين وثلاثه، يعني برضو في حالات. دي طريقه اللي انا بتكلم عليها البايو فايبر، اللي هو الشعر الصناعي. الشعر بقى الصناعي. الصناعي يعني. اللي هو ده بيكون بالواحده. ايوه حضرتك لفوق شويه بالظبط. ايوه عشان في لمعه في الصوره شويه. ايوه بالظبط. يا ريت حضرتك ترجعها له. ايوه بالظبط. ايوه دكتور كده. ايوه ده بقى ايه يا دكتور؟ الشعر الصناعي اللي هو البايو فايبر اللي انا بتكلم عليه اللي بيتزرع. ممكن برضه صوره تكون قريبه. بيتزرع ازاي بقى حضرتك؟ بالواحده. ده بيتزرع بالواحده. حوار الاسيبتك صور تانية ليها برضه. ده شريحه لفه، الانسان ده ما كانش فيه شعر فاضي، لفينا شريحه هنا اهو، ده منظره بعد الشريحه ما كبرت. ده منظره قبل الشريحه. بيبقى اتجاهات الشعر مظبوطه ولا لازم مختلفة؟ لازم بالظبط اتجاهات الشعر تبقى ماشيه. ده قبل العمليه خالص الدنيا فاضيه. دي بعد. ده بعدها كده. في اخر صوره اخر نشوفها تحت بقى اخر واحده. اخر بعد العمل. بعد لف الشريحه. بالظبط. ايوه حاجه زي كده برضو. ده انسان برضو الدنيا فاضيه خالص ابتدينا نعمل له شرايح. ده منظر الشريحه، ده بعد الشعر ما ابتدى يطلع. ده منظر شريحتين، ده معمول له شريحتين ورا بعض. ده هنا ما فيش خالص. ده ابتدى الشعر يطول معاه. ايوه مثلا ده برضو. ده انسان انا عملت له حاجتين مع بعض. الشخص ده انا خدت له شريحه لفتها له، وفي نفس الوقت زرعنا له الشعر الصناعي مع بعض. ايوه لان في وقت واحد ده اتعملت له شريحه وتبتدي تعمل البايو فايبر. وزرع الشعر الصناعي. الصناعي الاثنين مع بعض، لف شريحه في شعر مع بعض. ده برضو شخص تاني هنا ما فيش. دي الرسمه اللي بتكون قبل العمليه، ده المنظر بعد العمليه مجرد ما عملنا الشريحه بعد العمليه مباشره. اما بيطر الشعر ده في خلال 3 4 اسابيع بيغطي المنطقه. كان محتاج لحاجه من ورا بنقدر نعملها على حسب كل مريض وحسب حجم المنطقه الفاضيه بالنسبه للشعر سيادتك. المنطقه قد ايه؟ لان ساعات بيجي لك شخص مثلا ايه يا دوب عنده شعر منطقه صغيره هنا وكل المنطقه فاضيه وانت محتاجه انك تساعديه، فبتضطر تاخديه على مراحل. يا اما تزرعي يا اما تزرعي مممددات الانسجه. مش كل واحد بيقبل مممددات الانسجه انه يعني يلاقي بالونه كبيره وبتاع. البالونه دي قد ايه بتقعد؟ بتقعد حوالي 6 اسابيع. 6 اسابيع. ومحتاج ان كل اسبوع يجي يحقنها عشان تكبر، واخر اسبوعين احنا دايما بنزرع. ما تعملش الم او صداع او لا لا بيمشي. كل الناس بتتعايش معاها في سبيل ان هو طبعا يظبط شعره ويخلص من مشكله الصلع. لكن بتبقى في الاخر المنظر بالونتين كبار. منظر يشبه ميكي ماوس. يعني فعلا بيبقى الكلام ده اخر لازم اسبوعين. لازم يقعد بقى في البيت خالص في الفتره دي. يعني حسب ما يتعايش مع الناس طبعا. لكن هي من الحقيقه مبادله الانسجه دي عملت ثوره كبيره جدا في علاج الصلع الوراثي بالذات، وفي علاج حالات الحروق في فروة الرأس. اللي هي مثلا ولو لغاية أكتر من نص فروة الرأس محروقة، بتقدري تستفيدي بالنص الموجود وتكبريه وتمدديه وترجعي الشعر كما كان، بيرجع الشخص كأنه شيء مش موجود عنده. لكن ما ينفعش ان احنا ناخد شريحه بره الجسم يا دكتور، زي الحرق اللي بيبقى في الجلد احيانا. ياخدوا شريحه من حته ثانيه ويمددوها وبعدين يرقعوا بيها الجزء. لا لا فرط الراس لا. بالنسبه للشعر مش ممكن مدوا بره وبعدين ارجع الجزء يعني. احنا لازم يكون في حي. هو سيادتك بالنسبه للجلد احنا بناخد الجلد عباره عن ايه؟ عباره عن طبقه خارجيه هي البشره وطبقه تحتها هي الادمه. فلما باجي اعمل رقعه جلديه انا باخد كل شغل في البشره. سواء كانت سميكه او رفيعه او كلام زي كده. بالنسبه لفروه الراس لا، الشعر نزل في منطقه اعمق وبحتاج للجلد البشره والادمه والنسيج الدهني اللي تحتيها.
فدي حاجة فكرتها غير فكرة الرقعة الجلدية. لازم يبقى موجود الشعر وعايش. ولازم يكون موجود الدم بعد كده بيتغير ويطلع شعر جديد ويسقط يطلع مكانه شعر برضه وكل حاجة. تمام. بالنسبة للشعر ما عدا الشعر الصناعي. الشعر الصناعي بقى ده عمره ما يطول ولا يقصر ولا حاجة، ده ثابت. ثابت على بالضبط. لو كان بالنسبة للرجل بيبقى طول واحد، وبالنسبة للسيدة بقى بتاخد الطول بالنسبة للسيدة لا هو طوله عادة من 16 ل 20 سم، وفي بعض الحالات بيبقى لغاية 32 سم، لكن بالنسبة للسيدة لما يتزرع شعر قصير جوه شعر كبير ما بيبانش، هي يهمها كثافة يعني يهمها فروة الرأس ما تكونش باينة. فبيكون برضه بيزرع زي شعرة شعرة؟ في أجهزة خاصة بتقدر تزرعها شعرة شعرة. هي مش يعني هي ما بتاخدش وقت. ما بتاخدش وقت يعني عملية زرع الشعر الصناعي ده يعني ممكن نزرع مثلا 2000 شعراء في نص ساعة. ما بتاخدش وقت يعني هي يعني فيها كلي؟ لا لا ده بندي جل موضعي او كريم موضعي، عمرنا ما بندي بنج موضعي حتى. العمليه بسيطه جدا لدرجه انه جل مجرد نحط كريم معين او جل معين وخلال 10 دقائق بيشتغل، في خلال نص ساعه ممكن هو بيسقط بعد كده. يا دكتور الشعر ده الحقيقه يعني هو لازم الدكتور يكون يعني وازن الدماغ اللي قصاده وشكلها ايه والتلايف الموجود فيها قد ايه وكلام ده كده. وبعدين الشعر ده مش اي حته يكبر ويركب. يعني صعب جدا نركبه في الجناب، صعب جدا نركبه من الخلف. يعني مش بيركب خلاص فين بقى؟ بيركب في حته معينه في الجلد في التكوين التشريحي بتاع فروة الرأس. فين؟ اغلبه في المنطقه القدامانيه فقط، لكن لو رجعنا ورا ورجعنا في الجناب من الصعوبه جدا. طبعا في وسط الشعر برضو صعب الزرع ده هيبقى يعني حواليه شعر كتير مثلا. لا لا سهل. لا لا سهل كتير خالص. لا سهل كتير خالص خالص خالص. طب عشان وقتنا بقى يا دكتور برضو عايز اعرف هل هناك بقى مثلا اي كريمات او اي تغذيه للشعر عشان يطول بسرعه او لوسيون او كده لتكثيف الشعر او لمنع سقوطه؟ هو سيادتك انا نرجع من البدايه نقول نتعامل مع الشعر بطريقه كويسه، واتفقنا حاجات فرد الشعر وحكايات استخدام المكوى والسشوار والحاجات دي كلها نقدر نتعامل معاها بطريقه مهذبه، لكن عايز اقول لسيادتك تشوف طبيعه شعرنا. انا الشعر بتاعي مثلا دهني يبقى بستخدم كريمات، بستخدم مواد قبضه عشان تتعامل معاها. بيعملوا مثلا نخاع مع زيوت زيتون مع خلطه زيوت الكلام ده كله للشعر كده. النخاع هي مش مساله بتغذي، دي بتحافظ على لمعان الشعر، بتحافظ على الطبقه الكيراتينيه بتاعت الشعر من بره، لكن تغذيه الشعر الاساسيه من جوه بالغذاء بتاعنا اللي هو الاكل اللي لازم نتعود عليه من احنا وصغيرين. انما الطبقه الخارجيه مسؤوله عن لمعان الشعر، مسؤوله عن قشور الشعر، مسؤوله عن سمك الشعرايه. انما الطبقه الداخليه ده غذاء. الحنه والخل زي ما مدام الحنه والخل دي في الشعر الدهني، لكن صعب استخدمه في الشعر الجاف يكسره. هو الخل للقشره اكثر بيكون برضه للشعر الدهني. يعني هو دي مواد قبضه تستخدم في الشعر الدهني، في قشور كتيره يستخدم الخل يقدر يعالجه. المكان بقى يا دكتور برضو قبل ما نقفل حلقتنا اللي هو بيسقط منه الشعر نتيجه الهرمون الذكوري بيبقى المنطقه دي مش كده؟ دي فيها هرمون الذكوره اكثر بتبقى؟ هي المسألة مش هرمون الذكورة أكتر في المنطقة دي، هي مسألة الرجل إن الجين الوراثي اللي مولود بيه الشفرة اللي مولود بيها بتقول إن هذا الشخص مثلا بعد لما يكون عنده عمره 20 سنة هيصغر الشعر بطريقة معينة، قد يكون التلت القدماني ده يبقى النوع الأول من الصلح، وقد يكون التلت الأوسط يبقى النوع الثاني، وقد يكون التلت لو اتزرع بقى في المنطقة دي اللي بتسقط هل يرجع يسقط تاني أو اتعمل الممدد في المنطقة اللي هي بتسقط دي دايما؟ هل يرجع يسقط تاني على اساس ان المنطقه دي بيسقط منها شعر؟ سيادتك حطيتي ايدك على سؤال مهم جدا جدا. سيادتك احنا بنزرع جهاز في منطقه عمر الشعر ما بيسقط منها، عمرك ما تلاقي راجل في المنطقه دي راح منه. وينقل بالكامل للمكان اللي بيسقط بقى. عمرك ما تلاقي راجل المنطقه دي فضيت منه، بالزبط. دي مليانه فبمددها وانقلها. واشيل المنطقه اللي هي فيها الشفره بتقول ان دي فاضيه. وبالتالي عمره ما بيسقط، يفضل معاه طول عمره. افضل هذه طرق كل دماغه ليها طريقتها. دكتور منير وليام بنشكر حضرتك دكتور، الف شكر على هذا اللقاء السريع، ونلتقي بحضرتك في حلقات اخرى عشان نستفيد من هذه المعلومات ايضا يا دكتور. اشكر سيادتك جدا جدا جدا. في نهاية حلقتنا سادتي وسادتي بنتوجه بالشكر للأستاذ الدكتور منير ويليام استشاري جراحة التجميل والأمراض الجلدية والعلاج بالليزر، وبنشكركم سادتي وسادتي، وإلى اللقاء ونفرتيتي على الهواء.